الشيطان يأتي لابن آدم من وراء ظهره ويحاول أن يؤثر فيه، فإذا ذكر الله، إذا المؤمن ذكر الله خنس الشيطان وتراجع. ولهذا كان ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، فيقف في غضروفه في خلف الظهر بين الكتفين إلى جهة القلب أميل، وهناك ينزغ في بني آدم، يزين له المعصية، يزين له البعد عن الله، يزين له ترك الصلاة، يزين له الفواحش، يزين له ما يريد من الأثام. فإذا العبد ذكر الله يزين له حتى العداوة مع غيره من المسلمين. فالله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. هذا لم يقول الله ادفع بالتي هي أحسن، لأنه لا تجدي معه، وإنما يجدي معه الاستعادة بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله يسمع دعاءك ويعلم حالك، وهو القادر على أن يدفع عنك الضر وأذى الشيطان ونزغاته، وأن يوفقك للهدى ويرشدك للخير ويدلك على الصراط المستقيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد شرعت الاستعاذة في مواطن كثيرة، من أظهرها عند البدء في قراءة القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه